عايز اسالك سؤال دلوقتي مباشر وعارف اجاباتك الصريحه والمباشره، تمام؟ كابتن محمد عادل، هذا الحكم المحترم، الحكم الكبير، اسالك سؤال بين السطور. هل تاثر بتصريحاته السابقه الشهيره بتصريحات الاحتواء في هذه المواجهه؟ ما تفكرش. وارد، على فكره وارد جدا، وارد، احنا بشر في الاخر. لكن في، عايز اقول لك، محمد عادل حكم كبير ومن احسن 4 5 حكام في مصر. اتمنى ان الماتش ده يبقى ماتش عابر بالنسبه له، وفي الاخر حكم كبير، وان شاء الله يستمر بصوره احسن من كده ان شاء الله. ان شاء الله. اتفرجت على مباراه الوداد النهارده وصن داونز ولا ما عدتش عليك؟ لا ما شفتهاش. لا كان في، يبقى اتفرج عليها بقى عشان فيها قرارات تحكيميه كثيره كثيره كثيره، فيها بطاقتين حمراوتين لصن داونز. ممكن نتكلم فيها ان شاء الله. نتكلم فيها. كابتن جهاد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات.